النسر هو من أكبر الطيور الذي يصل وزنها إلى 20 رطلاً، وعرض جناحيها حوالي 7 أو 8 أقدام، حيث تميل الإناث إلى أن تكون أكبر من الذكور في المتوسط، ولكن ليس من الواضح تماماً سبب ذلك، ربما كان ذلك لحماية الكتاكيت من الخطر، بينما يكون الذكر بعيداً. بالإضافة إلى حجمها، تتميز النسور بمناقيرها الحادة والثقيلة، التي تنتهي بنقطة منحدرة لأسفل، وأربعة مخالب كبيرة على كل قدم، كما أن لديهم نتوءات صغيرة أسفل أقدامهم، تسمى الأشواك، لالتقاط الفريسة على عكس نسر الزبال، فإن النسور لها أيضا رأس مكسو بالريش بالكامل. إن بصر النسر رائع بشكل خاص، ويتمتع برؤية أقوى بخمس مرات من رؤيتنا، حيث يمكن للنسر أن يرصد هدفاً صغيراً مثل الأرنب، على بعد ميل واحد، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع النسر بإدراك ممتاز للعمق، بسبب تداخل مجالات الرؤية اليمنى واليسرى. تقوم النسور بصيد الفريسة بأرجلها، بينما مخالبها ليست حادة بالشكل الكافي، الذي يجعلها تقتل فريستها، ووفقاً لطبيعة النسور، فهو لا يقتل فريسته بمنقاره، لذلك لا تأكل فريستها حية، وتبقى حتى تتحلل أو تأكل الحيوانات الميتة، إلى جانب طبيعة الجهاز الهضمي، الذي يتغذى على الحيوانات المتحللة، وكذلك تتغذى نسور تركيا بالكامل، تقريباً على الجيف والقمامة البشرية، وعلى الرغم من أنه في حالات نادرة، تصطاد النسور التركية فريسة حية، بما في ذلك الطيور، والثدييات الصغيرة أو المريضة. المخالب الموجودة على أصابع النسر منحنية وحادة، للقبض على فريستها، حيث أعطى هذا اسم النسور رابتر الذي يأتي من كلمة لاتينية، رابيري، بمعنى القبضة أو الإمساك كما تساعد النتوءات الخشنة على أصابع النسر، في إمساك الأسماك الزلقة والمتذبذبة، وتعتبر أقدام الطيور الجارحة مهمة في التقاط الطعام، وأيضا كطريقة للحماية.